فنجد كل قنية فاخرة. دايما العرض الشرير دايما مغري، فبيقول ايه ده احنا لو عملنا المؤامرة دي هنخبط خبطة كده ونطلع بفلوس سهلة مثلا. نجد قنية فاخرة، يعني اقتناء غني سهل. زي بقى الحرامية لما يعملوا خبطة كده فيبقى مغري بالنسبة لهم يوصل لرقم كبير قوي في يوم واحد شغل، فتصوروا ان ده كلام ايه شكله حلو. طب ما هو في الاخر ممكن تتسجنوا وحياتكم كلها تقفل على كده. نملأ بيوتنا غنيمة. وانت بتسمع الشخص برضو دي حكمة تاني ارجوكم ركزوا معايا فيها، حاول تميز هل ده شخص عايش لنفسه بس، ده ارجوك تبقى حذر، حبه واحترمه بس خليك حذر جدا. اللي بيعرض عرض زي كده على شخص هو عاوز ايه؟ هو عاوز واحد ينضم للعصابة عشان نخبط الخبطة ونكسب، فهو مش بيفكر غير في نفسه، هو مش بيفكر في الزبون اللي هيساعده في الموضوع، هو جايبه عشان هو نفسه يطلع بالقنية الفاخرة ويطوي يصلي اللي هو عاوزه. فلما يجي شخص يتكلم معاك حاول تعرف مستوى أنانيته أو مستوى مصلحته. في شخص فعلا يكلمك تحس انه بيحب الناس وملوش غرض غير السلام والناس، ودول قلة للأسف، ده ممكن تستأمنه شوي، تفتح له قلبك أكتر لأنه واضح انه مخلص ملوش غرض وحش. لكن في واحد غرضه واضح فلوس بس، أرجوك تعامل معاه بحذر، لأن اللي عايش يعمل فلوس ده لازم يكذب، ده لازم يبقى أناني، ده لازم هيبقى طماع، ده لازم هيدوس على حقك في لحظة، طالما الفلوس واكل عقله لو أبوك أو أخوك هيعمل كده برضه. فتبقى فاهم اللي قصادك. أنا بستغرب من ناس يقولك دخلنا في شركة مع ناس وبتاع وبعدين باظت ودخلنا في قضايا وخسرنا وحالتنا حال، وانتوا دخلتوا الشركة دي ليه؟ أصل قالوا لنا هنكسب 100% مش عارف ايه، يبقى انتوا طماعين وهم طماعين فوقعتوا في الفخ. لكن انت ازاي هتشارك شخص انت اساسا مبادئك غير مبادئه؟ ده هو مبادئه اكسب مهما حصل، مهما حصل يبقى انت اول واحد هندس عليك في لحظة طبعا، ولازم هتيجي اللحظة اللي تخبطوا في بعض. عشان كده الكتاب بيقول اي شركة بين النور والضلمة، اي شركة بين المسيح وبليعال، اي شركة بين المؤمن وغير المؤمن. فبنستغرب من حاجات كثيرة وعلاقات كثيرة طبعا بتنتهي نهايات مأساوية، لانه الشخص ما ميزش من الاول ده شخص حياته في الفلوس. ما ينفعش حبيبي تقرب منه زياد، حبه من بعيد، اخدمه، صليله، لكن ما تدخلش معاه في مشروع مادي ابدا حتى لو بيفهم في الدنيا كلها، لأن في الآخر ده إله هذا الدهر الفلوس، فطبيعي ما يعرفش المحبة، اللي يعرف الفلوس ما يعرفش الحب. وربنا قال ربنا أو الفلوس لا تقدروا أن تخدموا الله والمال، هتحبوا الواحد هتحتقروا الآخر. إحنا نفاجأ أن المحبة بتحتقر قدام الفلوس، المحبة أغلى حاجة، المحبة ربنا تحتقر. ليه؟ عشان الفلوس. تبقى زوج مع زوجة مفيش أعلى من الحب الزيجي، أرقى حاجة يعني، تحتقر قدام سلطان المادة، أب وابنه ممكن يخسروا بعض، أخ وأخوه، خادم وزميله، إيه ده؟ والمحبة فين طيب؟ ما هو من الأول كان لازم نميزه.